بالا يسجل الأول لروما، يسجل الأول لروما باولو ديبالا من علامة الجزاء ليتقدم روما بالهدف الأول. ديبالا يسجل تاسع أهدافه لروما ليتساوى مع لوكاكو، 1 روما لا شيء تورينو. أمامنا هنا دانييلي دي روسي، دانييلي دي روسي وديبالا يخطف الهدف الأول من علامة الجزاء. ضربة جزاء ينجح في تسجيلها فريق روما. 1-0. شفنا كورة اللي ركنها كويس، وبص الفرحة بقى على وجه لوكاكو واستيفان الشعراوي وكل دكة روما. هدف عكس ضغط المباراة وعكس سير المباراة، وهنا أمامنا فالنتينو لاتزارو بيحفز زمايله. شوف هنا الجماهير القادمة، استلم ودار عدى من أنخيلينو، لسه الكرة معاه، لسه الكرة معاه، بجواره سامويل ريتشي، لكن لعب عرضية، دوفان سباتا براسه، التعادل المستحق، التعادل المستحق، عاد سريعا تورينو، عاد سريعا تورينو، فيلانوفا عرضية بإتقان وبراسه ركنها على يمين مايلز فيلار. قلت لك المباراة هتحلو، ولكنه التعادل المستحق. هناك ديبالا سجل فأصبح 9 أهداف، وهنا ديوفان زاباتا يسجل ليصبح هو الآخر 9 أهداف. شوف هنا بيلانوفا تلاعب بأنخيلينو، شوف هنا العرضية، شوف الدفاع اللي غايب، شوف الكرة، إسفيلار بتعمل إيه؟ إسفيلار بتعمل إيه؟ واحد يقول لك مش عاجبه وهو بيلعب برجليه، ولا عاجبني وهو الجون بيدخل فيه. شوف هنا شوف هنا شوف هنا، يعني شوف هنا بطيء بطيء مايل إسفيلار. أكاد أجزم أن روي باتريشيو لو كان واقف لما دخلت، ولكن هو التعادل المستحق لتورينو في أرضية الملعب. كرة على الأرض مرة ثانية إلى كريستانتي، يمرر إلى ديبالا، يا ولد يا ولد يا ولد، هدف لا يسجله إلا ديبالا، لا يسجله إلا ديبالا، فرحة عارمة لروما، ديبالا من زمن آخر، ديبالا من زمن آخر، من ربع فرصة أتى ديبالا، من ربع فرصة حضر ديبالا، يا فانيا هذا قدرك، ديبالا أرادها هدف فأصبحت هدف، هدف ثاني، ويا لفرحة الجرينتا يا دي روسي. باولو ديبالا لعيب، بتعمل إيه يا مخرج؟ بتعمل إيه يا مخرج؟ جيب لي الجون يا أخ الله يهديك. اهي اهي اهي، الله روحي الله روحي، فكركو هتقول له لا 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 لا، ديبالا من عالم اخر، ديبالا من عالم اخر، ديبالا يضع هدف ثاني ولا اروع ولا اروع، والله زمان يا ديبالا، والله زمان يا ديبالا، هدف روعه. الى ديبالا من جديد، الى لوكاكو مع الكره روميلو، الى ديبالا، ديبالا ديبالا يا ولد، اليوم يومك يا ديبالا، اليوم يومك يا ديبالا، ارجنتينا ارجنتينا، لا باولو ديبالا، تستاهل تيام ونص، تستاهل تيام ونص، تستاهل الفرحة يا ديبالا. روما في فبراير لا يهزم أمام تورينو، روما في فبراير لا يهزم أمام تورينو، هدف 121 في الدوري الإيطالي، باولو ديبالا يا سلام يا سلام. شوف الكرة من لوكاكو إلى ديبالا، إلى لوكاكو، إلى ديبالا، ضحك عليك يا سافيتش، ضحك عليك يا فانيا يا سافيتش، هاتريك لباولو ديبالا، وروما في شوط اللقاء الثاني آخر سلطنة، آخر سلطنة. يا ولد يا ديبالا، يا ولد يا ديبالا، اسمع اسمع صخب الجماهير، اسمع اسمع علي، ديبالا لوكاكو ديبالا، 3-1 3-1. فيلانوفا لعبها قصيرة إلى سامويل ريتشي، عرضية وهدف ثاني، هدف ثاني يحيي أمال تورينو في المباراة، سامويل ريتشي يلعب عرضية تصطدم في كريستانتي ويصبح ثاني أهداف تورينو.
3-2 أعادوا تورينو إلى الملعب من جديد. لسه ما خلصتش، لسه ما خلصتش. بص سامويل ريتشي وبص الكرة العرضية اللي اتسجلت. ديان هايسن غير اتجاهها في المرمى. سامويل ريتشي اللي لعب الكرة العرضية وهو يعاقب روما على ما فعله.